حول هذا الإنجاز التاريخي الرياضي يسرنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة المنظمة العليا. أهلا بك دكتور. بداية، ما الأهمية التي نبارك لكم بالطبع هذا النجاح في تنظيم هذه البطولة، ما الأهمية التي تمثلها استضافة مملكة البحرين لهذه النسخة من دورة الألعاب المدرسية الدولية؟ نعم، شكرا، أسعد الله مساءكم بكل خير. واسمح لي طبعا في البداية أن أرفع أسمعيات التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على نجاح استضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024، والتي شكلت في الواقع نجاحا باهرا في إظهار قدرات مملكة البحرين في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية على مستوى العالم. أهمية استضافة هذا الحدث الكبير أنه يجمع هذا العدد الكبير من دول العالم، 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، عدد كبير جدا من المشاركين يناهز 6000، طبعا حوالي 5600 مشارك ما بين طبعا لاعبين رياضيين، وطبعا وفود من الحكام والإداريين والمدربين التي تواجدت في مملكة البحرين على مدى الأسبوع الجاري. وطبعا تميزت عملية التنظيم بمتابعة دقيقة كان أساسها طبعا اللجنة التنظيمية واللجان التنفيذية المتفرعة عنها، والتي تم تشكيلها طبعا بقرار من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة. تابعنا ردود الأفعال على المستوى الإقليمي والدولي، وفي الواقع صدى الدورة كان صدى دولي وكبير جدا، وهناك ارتياح وسعادة في الواقع من مختلف الوفود المشاركة بهذا التنظيم الباهر، والذي لم يكن ليحدث طبعا لولا الدعم والمساندة التي يعني يتلقاها الفريق العامل من قبل الحكومة الموقرة ومن قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنفيذ هذه البطولة على أعلى المستويات. اللافت أيضا في الموضوع أن هذه الدورة شكلت فرصة كبيرة جدا لطلبة مملكة البحرين، وطبعا عددهم أكثر من 400 مشارك، للاحتكاك ب طبعا كفاءات ومواهب عالمية والحصول على فرصة للتنافس وصقل مهاراتهم. وتمخض عن ذلك طبعا حصول طلبة مملكة البحرين على 66 ميدالية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية التي طبعا تضمنتها هذه الدورة. وبالتالي أعتقد أن هناك قصة نجاح كبيرة جدا من خلال هذه الاستضافة. وأيضا يعني في نفس الوقت تعتبر هذه الدورة تهيئة لإعداد اللاعبين على المستوى الأولمبي لمختلف المنافسات على مستوى العالم. نعم، دعنا نتحدث أكثر دكتور عن الجهود التنظيمية والتي حصلت على إشادات واسعة من داخل وخارج مملكة البحرين. نتحدث هنا عن 26 لعبة، نتحدث عن أكثر من 5000 لاعب ومعهم المدربين. يعني كيف تصف لنا دقة التنظيم، وكيف تصف لنا يعني ما تم يعني خلال هذا الأسبوع من الناحية التنظيمية، خصوصا أن هناك ألعاب قد تكون يعني جديدة على مملكة البحرين، يعني لكنها يعني استطاعت مملكة البحرين أن تنظم هذه الألعاب وتنظم التنافس فيها بطريقة منظمة، كما تابعنا من خلال التقارير الإخبارية في الصحف وكذلك في التلفزيون. يعني حدثنا أكثر عن هذه الجهود. عملية طبعا التنظيم بدأت من خلال اللجنة التنظيمية العليا، وطبعا تشرفت برئاسة هذه اللجنة بقرار من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وفيها مختلف الجهات الحكومية الممثلة. طبعا وزارة التربية والتعليم لها دور كبير جدا باعتبار أن البطولة بطولة مدرسية، وأيضا المشاركات على المستوى الطلابي ممثلة من خلال المدارس الحكومية والخاصة. اللجنة العليا وضعت طبعا عدة مسارات لتنظيم البطولة أو هذه الدورة، في مقدمتها طبعا تشكيل اللجان التنفيذية، وكان معنا الأخ علي إسحاقي طبعا رئيس اللجنة التنفيذية، ومن خلال اللجنة التنفيذية تفرعت عدة لجان، سواء كانت لجنة الاستقبال، لجنة البروتوكول، اللجنة المالية، اللجنة طبعا التسويقية، هناك لجان خاصة بالجانب الأمني والتنظيمي. كل ما يمكن أن تتصوره كانت لدينا فرق ولجان محددة تقوم بعملها، المواصلات، استقبال الضيوف من المطار، نقلهم إلى المواصلات ومن ثم إلى مواقع الإقامة، ومن ثم مواقع الإقامة إلى المحطات المخصصة لتوزيع اللاعبين على مختلف المنشآت الرياضية من أجل مباشرة طبعا التنافس. أيضا في نفس الوقت تم إعداد طاقم كبير جدا من الحكام
البحرينيين، وأيضا هناك حكام دوليين تم استخدامهم من الخارج للمساهمة في عملية التحكيم. وطبعا فيما يتصل بتجهيز المنشآت، لا تنسى أن بطولة بهذا الحجم ودورة بهذا الحجم تحتاج عدد كبير من المنشآت، فتمت هناك عمليات صيانة على مدى الشهور الماضية لإعداد هذه المنشآت. أيضا تم استخدام كل المتطلبات من الأدوات، لأن بعض الرياضات تحتاج إلى أدوات معينة مثل المبارزة وغيرها، فتم استخدامها وطبعا التأكد من تثبيتها وتركيبها وتفعيلها بالشكل المناسب. أيضا كانت هناك لجان خاصة بحفل الافتتاح والحفل الختام، فكل جوانب استضافة هذه الدورة أشرفت عليها اللجنة التنظيمية العليا، وكانت هناك متابعة مباشرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بشكل مستمر ودوري لاستعراض جميع الخطط التنفيذية لتنفيذ هذه الدورة. وبالتالي هذا النجاح الكبير الذي تحقق اليوم يأتي نتيجة جهود متكاملة ومتضافرة من قبل مختلف الجهات الحكومية وأيضا بالشراكة مع القطاع الخاص. نعم بالتأكيد، يعني نتحدث هنا عن الكفاءة العالية في إدارة هذه البطولة، وأيضا البنية التحتية في المنشآت الرياضية يعني عالية الجودة، وكذلك نتكلم عن الكفاءة البحرينية في البطولة من خلال مشاركة يعني أبنائكم الطلبة دكتور، وحصولنا في مملكة البحرين على 66 ميدالية ملونة، وهذا يعني يؤكد يعني مدى الحرص على التواجد والحرص على التنافس مع يعني دول العالم في هذه البطولة. كيف تنظر لهذا الإنجاز وهذه النتيجة؟ طبعا طلبة مملكة البحرين المشاركين في دورة الألعاب المدرسية الدولية أبلوا بلاء حسنا في مختلف الألعاب، والجميل أن الطلبة من مختلف مدارس البحرين ومن مختلف مناطق البحرين ومن المدارس الحكومية والخاصة، وأظهروا مستوى عال جدا من الأداء في مختلف الرياضات. وهذا في الواقع يحدونا لطبعا وضع السياسات والبرامج في المرحلة القادمة التي تؤكد على أن التميز في النظام التعليمي لا يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، وإنما يشمل الجانب الرياضي. فهناك الكثير من الطلبة الذين ليسوا بالضرورة متميزون في الجانب الأكاديمي، ولكن هم أيضا يعتبرون عملة نادرة في الجانب الرياضي. ولذلك لابد أن طبعاً تشمل مدارسنا نظام واضح لرعاية الطلبة من ذوي المواهب الرياضية والمهارات الرياضية، لأن هؤلاء يعتبرون عملة نادرة، ولابد أن تكون لهم مسارات خاصة ترعى هذه المواهب وتنميها وتطورها حتى يتمكنوا من تمثيل البحرين تمثيلا مشرفا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. هذا درس كبير جدا مستفاد من خلال هذه الدورة، لأن الآن هذا الفريق البحريني المشارك على مستوى اللاعبين هو يعتبر ثمرة مختلف الجهود التي بذلت في صقل مواهب الطلبة في الجانب الرياضي، واعتقد المدارس لها دور كبير جدا في الاستمرارية في مثل هذا الأمر. نعم هم ثمرة الجهود بالتأكيد وأبطال المستقبل في البطولات العالمية الأولمبية، نتمنى لهم التوفيق والنجاح، وشكرا لكم يعني على هذه الجهود المبذولة دكتور في خلال هذا الأسبوع، والذي يعني كان حافلا بالأنشطة الرياضية المختلفة، وكذلك كما تابعنا النجاح في التنظيم والكفاءة العالية في إدارة هذه الدورة. شكرا لك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، شكرا على هذه المداخلة.